مشان آخر تطورات في البصرة، معنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك يا أستاذ حسين معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذن منظمة العدل والتنمية الأممية حذرت من استخدام الحكومة القوة على المتظاهرين، ما الذي تمثله هذه التظاهرات من خطر على مستقبل الأحزاب السياسية إذا كان التظاهر حقا مكفولا بالدستور كما تزعم الحكومة؟ إذن لماذا تستخدم العنف؟ هذه المظاهرات خطورتها رفضها للمشروع الإيراني ولحلفاء إيران، هذه هي الخطورة في المظاهرات اللي موجودة في البصرة وفي جنوب العراق. ثانيا، أنه هذه المنطقة الجغرافية سواء البصرة أو جنوب العراق تعتبرها الحكومة هي الحاضنة لها وهي العمق الاستراتيجي لهذه الحكومة، فتتفاجأ عندما يكون هذا العمق الاستراتيجي وهذه الحاضنة الكبيرة هي ضد إيران وضد مشروع إيران وضد هيمنة إيران في المنطقة وعلى العراق خصوصا، فهي رسائل قوية ولها أهداف قوية جدا، فبالتالي أكيد ستتعامل معها الحكومة بالعنف أو تتعامل معها بكل الوسائل، وأعتقد العنف سيزيد على المتظاهرين طالما هم يرفضون المشروع الإيراني. صحيفة الاندبندنت وصفت الأحداث في العراق بالأكثر خطورة الآن، ما الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، وكيف يعقل أن تعاني البصرة من البطالة والفقر وهي أكثر المحافظات ثراء؟ ببساطة أن هذه الأسباب هو الفساد ثم الفساد ثم الفساد. تكلم مسؤولين في الدولة العراقية عن حجم الفساد الكبير في العراق. الفساد في العراق أنه فساد قمم وليس فساد قواعد وفروع. فساد القمم لا يمكن أن تصلح الفروع ولا القواعد، ولهذا كما يطلق عليه ملح الأرض، إذا فسد الملح من يصلحه؟ هذا واحد. لا ننسى أنه البصرة إذا ما استمرت الأمور إلى ما هي عليها الآن أنا أعتقد ستذهب إلى الإقليم، وهذا وموضوع الإقليم هو نص دستوري العراق في البند الأول في الدستور العراقي نص على أنه العراق اتحادي فيدرالي، وليعلم الساسة أنه البصرة إذا ما ذهبت إقليم ستذهب إلى أن تكون دولة، لأن البصرة تمتلك مقومات الدولة أكثر من مقومات الإقليم، لديها حدود مع 3 دول، لديها موانئ، لديها مطار، لديها جغرافيا، لديها سكان، لديها موارد، فكل شيء ممكن. والدستور العراقي الهش الذي يسمح بإنشاء الأقاليم الذي هم من أسس هذا الوضع في العراق عليهم أن يدركوا خطورة ما يجري في البصرة ولكنهم لا يدركون. إذا كان العراق تحكمه طبقة سياسية تتعامل مع أجهزة الدولة على أنها آلة للنهب بحسب صحيفة الاندبندنت، كيف يمكن إذن أن تكون هذه الوجوه ذاتها حكومة جديدة في البلاد وتصل بالوعود إلى استئصال الفساد داخلها؟ يعني بداية ولم تشكل حكومة جديدة ولن تشكل حكومة جديدة، الوجوه المطروحة نفسها الوجوه التي حكمت العراق من 2005 إلى الآن. فترة 2004 كانت حكومة انتقالية حكمها الدكتور اياد علاوي، وقبلها كانت بريمر. من 2005 إلى الآن لم يأتي وجه جديد إلى العراق حتى لو تجرى انتخابات. ما يجري في العراق هو نظام ثيوقراطي مقنن اليوم لا يسمح بتشكيل كتلة أكبر من غير المكون الشيعي ومن غير حزب الدعوة. هذه ديمقراطية مقننة، هل يستطيع الشيعة من غير حزب الدعوة أن يشكلوا كتلة أكبر يرأسها من غير حزب الدعوة؟ يستحيل ولا يسمح لهم، مع العلم هذا أصبح عرفا سياسيا مخالف للدستور العراقي. لهذا السبب أنه اليوم المتنازعين والمتنافسين كلاهما من حزب الدعوة وكلاهما مارس السلطة لمدة 4 سنوات أو لمدة 8 سنوات، وبقي الفساد على ما هو عليه، فلا يوجد وجوه جديدة ولا يمكن تشكيل حكومة جديدة، بل هي نفس الحكومة القديمة ممكن أن تتشكل، لأنه لا يمكن رئاسة الوزراء إلا من حصة حزب الدعوة، رغم أن هذا هو لا يوجد نص دستوري على ذلك. صحيفة العرب الجديد أكدت وجود قوائم لملاحقة قادة التظاهرات في البصرة واعتقالهم، إلى أين يعني تريد الحكومة وهذه الأحزاب السياسية الوصول بالبلاد؟ هذا أمر طبيعي جدا ولا يستبعد أن وجود قوائم وممكن تصفية قادة المظاهرات، هذا أمر أبدا لا يستبعد في وضع مثل العراق وفي وضع النظام العربي عموما. لا يجرى أحد أن يتكلم عن الظلم، لا يجرى أحد يتكلم عن الديمقراطية، لا يجرى أحد أن يتكلم على حرية على الحريات وحقوق الإنسان، فمن يتكلم إن لم تستطع القوات أن تصفيها علنا أو تعتقله علنا فهناك قوة أخرى
تستطيع أن تتعامل معه خارج القانون، وهذا أمر غير مستبعد وليس بغريب. شكرا جزيلا لك يا أستاذ حسين.